كل بيت دلوقتي فيه الانترنت زي الاكل والشرب، لما بيقطع او يحصل فيه مشكله بيحصل انقطاع كلي عن العالم الخارجي، مش بتبقى عارف تتواصل مع حد او تعرف اي اخبار عن العالم. فبالتالي وجود الانترنت في البيت مهم جدا، وعشان نحتاج الانترنت في البيت بنحتاج اجهزه راوتر قويه لتشغيله وعشان توصل لنا الانترنت بالسرعه اللي احنا عايزينها. طبعا الماركت فيه منتجات كتيره جدا تقدر تستخدمها، انا جيت اوفر عليك ده وارشح لك راوتر برودو اللي هيقدم لك سرعه واي فاي عاليه جدا واللي هتخليك تعمل داونلود وابلود زي ما تحب. الراوتر بيدعم من 2G لحد 4G وكمان بيدعم بروتوكول الـ IPv4. ميموري الراوتر بتوصل لحد 8 ميجا بايت ومزود بمدخلين RJ بيوصلوا لسرعة 100 ميجا بايت في الثانية، بالإضافة لنظام الأمان اللي مزود بيه عشان يأمن لك التواصل بتاعك ويأمن لك لو أنت بتعمل شغل مهم على الإنترنت عشان تبقى البيانات بتاعتك مؤمنة بالكامل. بيتميز طبعا بسهولة وسرعة تركيبه السهلة جدا، تقدر توصل عليه لحد 20 جهاز في المكان اللي أنت موصل فيه الإنترنت. وكمان في ميزة مهمة جدا اللي معظم الراوترات بتفتقدها هي وجود مدخل السيم كارد، لان السيم كارد ده هيسهل عليك انك توصل الانترنت في اي مكان لو حصل عطل في الموصل الرئيسي للراوتر. تقدر تستخدمه في بيتك وفي مكان شغلك وفي الاماكن العامة، او بشكل عام تقدر تستخدمه في اي مكان في مصدر كهرباء لتوفر فيه مدخل السيم كارد اللي هيوفر لك الانترنت في اي مكان. شبكة قوية وسرعة نت عالية وتقدر تشغل انترنت في اي مكان، راوتر برودو هيكون احسن اختيار ليك.